أدانت الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحملت إسرائيل مسؤولية التصعيد. في بيان لها طلبت الرئاسة الفلسطينية بوقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان وتحديدا في غزة وتوفير الحماية الدولية لهم. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 10 أشخاص من بينهم طفلة وإصابة 65 آخرين جراء غارة إسرائيلية على قطاع غزة.